مرحبا، معكم وزان من عالم الهوايات. اليوم معاكم في حلقة جديدة ومميزة بإذن الله. حنكون معاكم كل يوم سبت في ورش العمل الفنية، نستضيف من خلالها فنانين وحرفيين ونقدم من خلالها مادة تعليمية نستمتع فيها. واليوم حنجرب الألوان المائية الخاصة بالخزف بتقنيات الرسم المائي، وإن شاء الله حتكون الحلقة حلوة. تفضل، اليوم إيش حنرسم معك؟ اليوم طبعاً اخترت الرسمة يعني إنه أرسم عين معها ورود، فاستخدم الألوان. طبعاً هذه هي الألوان تقريباً، يعني لما استخدمتها كانت نفس الألوان المائية وملمسها أشبه بالقواش أكثر من الماء يعني. طبعاً أهم ميزة فيها إنه شفافة، و يعني نفس فكرة الألوان المائية، يعني الشفافية فيها وإنه نحط فيها أكثر من طبقة عشان تصير أغمق. زي ما أنت شايفين هنا، تأخذ اللون أغمق عشان بس يبان في البيت. طبعا لازم عشان نطلع اللون أغمق نستخدم أكثر من مرة، يعني طبقة طبقتين ثلاثة، أو نكثر من اللون عشان يعطينا يعني كثافة إنه اللون يصير واضح عندنا. الطبقة كل بعدها على طول ولا لازم تنشف وحط الطبقة اللي بعدها؟ لا، في نفس الوقت عادي. زي هنا بحاول أكثر من الموية واللون نفسه عشان يصير عندنا طبقة سميكة زي كده. وما يحتاج أصلاً نستنى، خلاص شوية كده وحتنشف على طول. طبعاً. في أتكلم عن التقنيات. تفضل أتكلم عن التقنيات. طبعاً. إيش تقنيات الألوان المائية؟ عندنا في الألوان المائية نقدر يعني نقدر نشيل الألوان نفسها من الصحن، يعني خلاص إحنا لوننا كده وبعدين فجأة في زي هنا عندنا نقاط من الألوان. طبعاً كيف إحنا نشيلها؟ فبس يعني فرشة نستخدم موية ونحاول يعني نمسح على نفس المكان أكثر من مرة. طبعاً مهم إنها تكون الموية نظيفة عشان ما يعني تبقى على نفس المكان إذا نبغاه نظيف. فبس مجرد ما إحنا نمسح زي كده نقدر نسحب الموية الزايدة. تقريباً يخف معانا ويبدأ يختفي كل مرة، يصير المكان نفسه نظيف. إيه؟ بس نستنى الماي تنشف. كده تقريباً هذه الطريقة اللي نقدر نشيل فيها اللون بعد ما إحنا نلون. طبعاً ممكن نستخدم الإسفنجة ونبللها بالموية ويسحب اللون، يعني نفس كده. هو يعني إذا رسمنا نقدر نمسحها. أيوة، نقدر نعدل. نقدر نمسح الرسمة كاملة وخلاص، يعني نبدأ من جديد. بس مهم إنه ننظف يعني الموية نظيفة كل شوية عشان يروح معانا. أوكي. وفي تقنيات ثانية بس يعني هنبدأ في الرسمة ونتعرف عليها. أوكي. عملت التصويت و. كان التصويت أول أمس. كان كلهم يعني نفس الشيء، يعني يبغوا ورود، يبغوا عين، يبغوا يد. فقمت دمجتيها. خلاص سويت اللي أنا بجيبني براسي. أوكي. فلما نبدأ في الألوان المائية أول شيء نبدأ بالفرشة. نستخدم كمية، لأنه الموية حتنشف على طول لما نحطها على الصحن. فالأفضل إنه يعني نستخدم اللون على طول. أفضل من إن أحطها في بلدة. أيوه، هو يفضل لو في صحون صغيرة ونحط اللون يعني كمية كبيرة ونلون على مساحات كبيرة، يعني يكون فين حفظ فيها. أيوه. حاليا جالسة أستخدم لون اسمه سلون، هو أقرب لون لدرجة البشرة. أول ما نبدأ نلون مساحة كبيرة،
طبعا احنا ممكن نشوف انه كيف كذا اللون راح ايوه راح وصار خفيف مرة. طبعا كل ما نكثر طبقات يصير اللون واضح اكثر. كيف فالافضل انها تكون اول طبقة خفيفة. ايوه طب نقدر ندمج في الالوان المائية؟ نقدر ندمج في اكثر من طريقة للدمج. يعني احنا ممكن ندمج على يعني نفس الطبقة اللي احنا بنسويها انه نستخدم اللون وبعدين نحط اللون الثاني فوق. ايوه وكذا يندمج. يعني مثلا نحط اصفر وعلى طول نحط فوقه احمر ويصير على طول اورنج في نفس المنطقة اللي احنا نبغاها. وممكن انه ندمج على البلد نحط الالوان وندمجها وبعدين نلون بس كذا يعني شوية هتاخذ وقت. طيب ايش احسن انواع فرش استخدمها للالوان المائيه؟ هو اكثر فرش يعني هي الفرش كل فرشه لها ميزه. يعني ما اقدر اقول مثلا استخدم فرش ناعمه استخدم فرش خشنه لا، بس اكثر شيء معروف في الالوان المائيه انه يستخدموا الفرش الناعمه وغالبا تكون بنفس كذا المدببه يسموها. فهذه اكثر فرشه يعني تمتص مويه اكثر وعشانها ناعمه فتمتص اكثر يعني من المويه. اوكي وانسيابيه تمشي معاك بالضبط. ونقدر كمان يعني بس براس الفرشه انه نقدر نرسم تفاصيل اكثر فيها. يعني ما يحتاج يعني ما نحتاج انه نستخدم اكثر من نوع اكثر من فرشه. هنا واحده بتسال ان هذه الالوان تعتبر اندر جليز. ايوه هي اندر جليز، تقدر تستخدميها على الطين وتقدر تستخدميها على البسكوت، بس لازم بعد ما تستعمليها تحط عليها طبقة جليز شفاف عشان تصير آمنة للأكل والشرب وتعطيها اللمعة الأخيرة. وبس لازم تنحرق، مو يعني هذه اللحظة الأخيرة حرقها في فرن خاص للخزف، مو فرن البيت ولا مايكرويف، فرن خاص للخزف تبدأ حرارته من 999 إلا يوصل لألف ومئتين تقريبا. وفي أكثر سؤال اللي ينسأل دايم، نحرق في الفرن حق البيت عادي؟ ونعيد نكرر، مو فرن البيت العادي، فرن خاص بالخزف حرارته جدا عالية تبدأ من 999. ويعني في نقدر نطلق عليها دائما الكون، وهي وحدة قياس يعني زي الفهرنهايت وهذا، بس انها هي وحدة قياس خاصة في الافران الخلط. هذه الالوان من 06 لين 6 تتحمل درجة حرارتها، فتقدر تستخدموها على اغلب انواع الطين سواء طين حرقه منخفض او طين حرقه عالي. هل نشوفك ما شاء الله بتحطي الوان فوق بعض؟ طبعا انا انسانه لما اقعد ادون خلاص اندمج وانسى كل شيء. انسى كل شيء. هل تاثيره يختلف اذا حرق قبل او بعد الحرق او بعد الحرق الاولى؟ ما يختلف، بس افضل انه يكون بعد الحرقه الاولى علشان تكون في مرحله البسكوت، علشان في مرحله الطين دائما يكون في اتربه ولما تيجي اذا تبي تمسحي زي ما قالت اذا مثلا غلطت في الرسمه تبي تمسحي، فاذا مسحتي على الطين حيرجع طين، حتنتظر لين تنشف القطعه ونقدر نرسم عليها ثاني. فيعني دائما يفضل انه تترسم بعد الحرقه الاولى، بس فيكي تستخدميها قبل الحرقه الاولى. ما شاء
طب انت رسمتي في بالمرسام ودحين راحت المرسام. كيف نسوي؟ هو ما راحت تقريبا، بس مسحت خففته اكثر شيء، ما صار باين يعني مرة. اوكي. والمميز كمان اذا رسمتوا على مرحلة البسكوت تقدروا ترسموا بالمرسام، اذا كانت على الطين ما حتقدروا. هو اصلا عشان حيرجع الطين على طول. ايوه هذه المرحلة يعني حتاخذ منك وقت، لانها الوان مائية وحنستخدم فيها الوان مائية كثير. طيب ايش المميز بالالوان المائيه عن باقي الالوان؟ الالوان المائيه يعني اهم شيء فيها انه شفافيتها، انه الالوان نفسها ما هي ثقيله، فنقدر احنا نتحكم يعني باللون نفسه، فيكون اللون يعني نقدر نستخدم اكثر من طبقه فيه. يعني مثلاً إحنا بنلون العين نستخدم طبقة فاتحة، بعدين نغمق 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 لين نوصل لأغمق درجة إحنا نحتاجها. بعكس الألوان الثانية مثلاً هنحط اللون يعني تقريباً نفس ما هو، فما يختلف. إذا نبي نعرف الألوان المائية إيش نقدر نعرفها بتعريف بسيط؟ أحس ما في تعريف. إنه هي الألوان المائية؟ ألوان تمتاز بشفافيتها العالية، ألوان أكثر شيء يعني قريبة للروح، يعني أنا أسميها، لأنه شفافيتها نفسها تخلي الواحد يعني يتعمق فيها، يعني يقدر يسوي أشياء كثيرة. بعكس مثلاً الألوان الثانية أنا ما أشوفها يعني نفس الألوان المائية نفسها. أوكي. يعني حتى في تقنيات مرة كثير، بس يعني الناس ما يعرفوا إلا كم تقنية. في هنا تقنية اللي هي نفس فكرة إنه نمسح الألوان، بس إحنا ما نبغى نمسح الألوان، طب نبغى نمسح بس مساحة بسيطة، فبس نبدل الفرشة بموية ونمسح المكان اللي إحنا نبغاه، فكل ما يعني نشف اللون نمسح 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 وعلى طول يعني بسفنجة كده تكون ناشفة أو بمنديل حيفتح معانا اللون على طول. أوكي. نقدر نتحكم فيها يعني، بعكس مثلا الألوان الأكريليك. بالضبط، الأكريليك هتاخد وقت معانا عشان يعني هتاخد وقت من ناحية إنه نحط طبقات ألوان، وبعدين كده ما يعجبنا نحط لون ثاني وكل شوية نحط طبقة. هنا لا، إحنا نقدر نمسح اللون ونحط يعني لون ثاني مختلف. أوكي، بكل سهولة. بكل سهولة. ما شاء الله. ايش حتك اشوف ان الالوان المائيه سهله جدا في التلوين، واحلى ما فيها انها خفيفه مش ثقيله زي باقي الالوان. بالضبط. نرجع ننوع، هذه الوان مائيه خاصه بالخزف، من شركه اماكو امريكيه، مو الالوان المائيه العاديه. ما نستخدم الالوان المائيه العاديه لنرسم فيها اللوحات وفي الكراسة، قصتي في الخلف، بعدين تنحرق ما حتبان، حتتقشم. مش ده جهل. لا يروح التعب كذا. ايه، فنستخدمها هذه ألوان خاصة أصلاً يعني، بس إنها مائية. طبعاً ألوان الخزف أنواع، منها اللي زي الأكريليك، منها اللي زي المائية هذه، منها سائلة، منها زي هذه تيجي كيوب صغيرة، بس تقعد. ملاحظ حتى انه كميتها صح انه قليلة، بس يعني هنقدر نستخدمها كثير.
يعني ما تعتبر يعني كمية بسيطة يعني. يعني صح حجمها صغير بس ما تعرفي إن حجمها صغير. يعني ممكن يفكر إنه أوه خلاص صغيرة ما حتكفيني ما حقدر أسوي أعمال، بس لا بالعكس. يعني تقدر تعطينا رينج تقريباً قد إيش حتكفي لوحة؟ هو على حسب نفس ال يعني على حسب نفس المساحة اللي هم حيستخدموها، فمثلاً ممكن 20-30 حتكفي يعني مرة. لا نحن بناخذ جزء منها والأغلب مايه. إيه بالضبط. أوكي. هنا بتقول تحتاج ممارسة وتدريب لكنها ممتعة، تحتاج موازنة بين اللون والموية، وتحتاج سرعة قبل أن تنشف. بالضبط. يعني مع الممارسة كل شيء يعني طبعا حيصير سهل، ومرة على مرة حتخفي يدك وتصير بسرعة تقدر تستخدمها. برضو مشكلة الماما هي إنه أغلب الناس يعني إذا ما استمروا فيها خلاص حينسوها حرفياً، يعني حيرجعوا من أول وجديد يعني يلونوا كأنه لسه ما سووها، يعني ما كانوا استخدموها. أوكي. كم احتجتي لين تمكنتي حسيتي منها؟ ما احتجت أنا وقت كثير، يعني تقريباً شهر، أقل من شهر يعني، حتى ممكن أسبوع أسبوعين كذا خلاص يعني. هو على حسب مدى الشخص كم حيقعد يرسم فيها، حيقعد يوم يومين يوقف، حيقعد شهر. علمتك الصبر؟ هي بصراحة تحتاج صبر، لأنه كل طبقة يعني في الورق كل طبقة والثانية نحتاج تنشف، وتحتاج تقريبا لربع ساعة، يعني مرة تحتاج وقت. اوكي بزيت حطيت اي طبقات. هل بعد الحرق تكون النتيجة نفسها او تتغير درجة الالوان؟ بعد الحرق تكون النتيجة نفسها، بس بعد اضافة الجليز حتغمق تكة. وطبعا حسب الجليز اللي تختاروه، في جليز طبعا لامع، في نص لمعه، وفي بدون لمعه. وهنا بتسال ايش نوع الالوان. هذه الوان مائيه خاصه بالخزف من شركه امكو، موجوده في الموقع عندنا كل الدرجات. تطلبوا نوصل لكم. توصيل داخل جدا مجانا، ياخذ من يوم ليومين. ودحين انت بتلون بالوان الخزف المائيه، حاسه فيها ايش؟ يعني ايش الفروقات اللي بينها وبين الالوان الخاصة بالورق، يعني المائية الخاصة بس بالورق؟ يعني الألوان المائية يعني اللي أشوف إنه في الورق يعني أخف من على الصحن يعني نفسه، وإنه كمان التلوين يعني هنا لا نحتاج طبقات أكثر عشان نوضح اللون، بعكس هناك يعني أحس يعني على الورق أهون. أوكي. يعتبر أخف من هنا. هل ينفع دمج الجليز العادي مع الألوان المائية؟ قسم الجليز شفاف؟ كيف تدمجي؟ ماش ممكن توضح سؤالك أكثر؟ عشان نقدر نجاوبك صح. الوان الجليز قصدك الوان عادية جليز تدمجيها مع الوان اندر جليز؟ لا ما تقدر تدمجيها مع بعض، لانه كمان تختلف الوان الجليز عن الوان الاندر جليز.
من الناحية كمان المركب اللي يعني المركب الكيميائي اللي جوتها يعني. فحس أفضل إنك أنت تحرقي بعدين تحطي الجريزة، تحطي مثلا أطراف الصحن يعني. طبعا هذه الصحون برضو متوفرة في الموقع، متوفرة بحجمين، هذا الحجم الكبير وفي حجم أصغر. ممكن تسووها رسومات هدية رمضان، فكرة حلوة. وهذا بتقول لك اشتاقت للرسم، لازم ترجعي ترسمي قطع قطع. كل ما انقطعت وارجع الكلام موجه لك كواد. هو صح صح يعني، عشان يدك لا تنسى، حتى لو اليد نسيت كمان سبحان الله لما هاي ترجع تكون تفتكر. ف ما حنحتاج وقت كثير يعني، زي لما تبدأي تتعلمي من الصفر بالضبط. هي عشان تقريبا عشان فاتحة يعني خفيفة، ف يعني حلو لو تستخدموها مع فرش مرة كبيرة وتستخدموا اللون وتلونوا المساحة يعني كاملة وبعدين تبدوا تدرجوا. بس حاليا وانا جالسة ألون يعني جالسة انه كل ما احط طبقة كل ما صارت احلى، كل ما صار اللون يبان، كل ما صارت الطبقات نفسها مرتبة أكثر. أوكي. إيش أكثر شيء علمك في الألوان المائية؟ فين تعلمتي؟ هو بصراحة يعني كثير يقولوا يوتيوب يعلم وما أدري إيه، بس بصراحة مو مرة يعلم اليوتيوب. لكن حسابات الفنانين في الانستغرام دائما بيسووا شروحات ودروسات اللي على طول حق دقيقة دقيقتين كذا، هي أكثر شيء يعني أنا استفدت منها وتعلمت. ودائما يعني أكثر شيء يعلم اللي هو الملاحظة، إنه تلاحظي كيف الفنان هو جالس يشتغل، وتلاحظي كيف هو جالس يحط الألوان، إيش يستخدم درجة، إيش هنا بيحط، هذا أكثر شيء بعلم. كه حلو ما شاء الله، يعني حتى الإنستغرام صار كأنه منصة تعليمية صار تقريبا. أوكي. صدقتي هدرت اليوتيوب. أوكي. لأنه كمان أرى يعني زمان كنت بتعلم رسم الأنمي وزي كذا، يعني كنت مبتدئة مرة مبتدئة وما زلت يعني، بس يعني من الفنون اللي أحبها. بس كانت الفيديوهات اللي في اليوتيوب يعني مرة يعني سيئة، ما في أحد بيعلم. كل ما أدخل يعني فيديو ألاقي الرسمات اللي غريبة، اللي مو نفس الرسامين اللي في الانستغرام، مو نفس الرسامين الكبار. فكل مرة كنت انقهر إنه طب كيف أنا بتعلم يعني إذا هم يعني ما هم يعني جودات رسماتهم حلوة، يعني كيف حتعلم؟ يعني أفضل شيء في المحتوى تقريبا، يعني حتى في المحتوى العربي مرة قديم، مرة قديم، نحتاج يعني ناس كثير يسووا فيديوهات. بيكم الفنانين نطلع محتوى عارف يفيد الفنانين الناشئين الجدال. اوكي. انه بيكم الفنانين نطلع محتوى عربي للفنانين الناشئين اللي ان شاء الله. انا شايفه ما شاء الله كثير يعني جالسين يشتغلوا، بس انه اظن الموضوع يحتاج وقت اكثر عشان نطرح محتوى عربي، عشان يصير عندنا محتوى فيه معلومات مره رهيبه. يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكون واحده منهم باذن الله. ليش لا؟
تسأل الورود إيش حتكون لونها؟ الورود أنا خليتها مكانها يعني حتكون أبيض، لأنه زي ما إحنا شايفين إنه اللون يعني موزعته أنا على كل صحن إلا الورود. إيش حتلونيها تفكر؟ خليها أبيض. بس. عشان تبرز. أوكي. أهم شيء نظفوا المكان مساحة العمل عشان ما يصير في الفرشة كذا يعني في لون كذا ويصير في نقط كذا، يعني يفضل إنه تنظفوا العمل مرة كويس بعدين تبدوا تشتغلوا عليها. بالذات إذا كانت هي في مرحلة البسكوت يعني عادي تغسلوها. إيه بالضبط. إذا تغسلوا الصحن أو الكوب أو إيش كان يعني العمل اللي بتعملينه. بس مرحلة طبعاً أنا ماني متمكنة من الألوان، تحتاج مرة تدريب، لكن اللي يستخدم الألوان المائية ما حتكون عليه صعبة، لأنه نفس فكرة التلوين بالألوان المائية مرة، بس انه الفرق الوحيد هو انه اللون نفسه ما حيتسحب معاكي، يصير لازم كده في كده خطوط من الجوانب من الاماكن. اوكي تبغى تشوف نتيجتها بعد الحرق ان شاء الله. حنحرقها وحنعمل عليها جليس شفاف وحنشارككم بها نتيجة. ممكن انتوا اذا لسه مو متمكنين فيها ممكن تشتروا بس الالوان الاساسية كبداية تدمجوا، لانه مرة حلو الدمج فيها. طبعا الاصفر الاحمر والازرق، وبعدين ممكن تاخذوا الالوان الثانية ويصير تسووا الالوان اللي انتوا تحبوها يعني، او تاخذوا جاهزة وخلاص. هي صح تنباع كل لون على حدة، فيمديكم تختاروا صح الألوان الأساسية كبداية وهي اللي حتطلع لنا كل الألوان بعدين، أو بصير نسهل على نفسنا بعدين ونصير خلاص إذا احنا تمكننا منها نشتري الدرجات الثانية اللي احنا ممكن نشتغل عليها. يعني مثلا واحدة تحب ترسم بحر كثير فتاخذ كل الدرجات الأزرق، واحدة تحب ترسم مثلا ألوان البشرة تأخذ خلاص ألوان البشرة وحتكفيها كده. اوكي تفضل دائما انت تدمج الألوان ولا اللون يكون جاهز؟ انا افضل كبداية ادمج الألوان عشان اقدر اعرف ايش الألوان اللي انا احتاج اخرجها دائما، يعني مثلا درجة الوردي مثلا لازم اطلعها من ابيض واحمر وزكرة، بعدين خلاص اشتري لون جاهز وردي يعني كده يسهل علي انا لما ارسم والون. بتسأل ايش نوع الالوان؟ هي الوان مائية خاصة بالخزف من شركة اماكو، موجودة في موقع عالم الهواية في قسم فن الخزف والسيراميك، بعدين قسم الوان اماكو حتلاقوها في كل الألوان. شاركونا إبداعاتكم فيها من شنو حلو الفن المائي رايق مرة يعني هو أحلى شيء إنه تقدر تشيلوها يعني تشيلوها معكم أي مكان، يعني ما يحتاج إنه استوديو تقعدي تحطي، لا خلاص بلت واحد صغير يكفيكي وكاب مويه انتهى الموضوع. خلاص روحي روحي اي مكان ارسمي خلصي شغلك. حلو يعني اقدر اشيل هناك وارسم نروح خرجه، يعني زي ما عندها شغل وكذا عندها فجأة يعني خرجه ضروري تخرج ولازم تخلص يصير خلاص تخلص على طول بيد الإمكانية. إيش
ألوان البشرة اللي تقدر تطلع ألوان البشرة؟ كيف نستخرج درجات البشرة؟ درجات البشرة أنا بصراحة مرات أستخدم بنفسجي مع الأصفر. بنفسجي مع أصفر إيه؟ يطلع لون بني، لكن درجة يعني كل لون بشرة يعني يستخدم الألوان المتقابلة تطلع لنا درجات بنية حلوة مرة. فأحنا ممكن نستخدمها ونضيف عليها شوية أحمر فهتطلع مرة حلوة. برضو الأحمر مع الأخضر يطلع لنا درجات بني، وكث يعني لما نكثر الأحمر يطلع معايا مرة لون حلو. سوي تجربة. يعني هي قصدك على الألوان المتقابلة اللي في دائرة الألوان. بالضبط. أي لونين متقابلة في دائرة الألوان نطلع لها درجات بني. بس كل بني حيختلف، يعني الأحمر مع الأخضر يطلع لها درجة بني كده قريبة للأحمر. الدرجات درجات الأصفر والبنفسجي تطلع لها درجة مايل للصفار اكثر. يعني هنا شوفي هنا احمر شويه اخضر حيصير معنا لون بني. وكذا نلون درجات البشره. يعني ممكن نضيف شويه اصفر، بس انا ما احب الاصفر كثير، دائما استخدم يعني الدرجات ال نقدر نفتح بالأبيض بالألوان المائية؟ لما نفتح بالأبيض يصير معانا اللون أقرب لدرجات القواش، يعني تصير فاتحة وفي نفس الوقت باهتة، يعني ما يصير اللون نفسه قوي. فهي أصلاً عشان هي أصلاً شفافة فما نحتاج إحنا نستخدم يعني لون أبيض. خلاص نعتمد على اللون الخلفية اللي هي لون الصحن، لون الورق، لون على حسب يعني أصلاً إيه على حسب السطح اللي إحنا حنلون عليه. أوكي. وغالبا ما نقدر نلونها على سطح غامق. تقريبا في أنواع تتلون على السطوح الغامقة. يعني في فنانين كانوا بيستخدموا ورق لون أزرق ويستخدموا عليها الألوان المائية فعادي. تسأل هذه الألوان تعتبر أندر جليزي، يعني يمكن بعد ما تنشف ممكن تتغطى بالجليز الشفاف وتنحرق مرة ثانية؟ أيوة، هي أصلاً ألوان أندر جليز. بعد ما تنشف يا إما تحط عليها جليز شفاف وتحرقيها حرقة يعني مع بعض بنفس الحرقة، أو تحرقيها حرقة وبعدين تحط عليها جليز شفاف وتحرقيها الحرقة الثانية. طبعاً يقدر تتحكمي بالجليز الشفاف إذا كان بلمعة بنص لمعة، لك الحرية. برزت الرسمة. بس تحمست لونت العين أول شيء. أنا دائما لما أرسم في العين أبدأ في لون البشرة وبعدها أبدأ للون العين. ليش؟ عشان اللون نفسه لون العين أقدر أخليه قريب من لون البشرة، إنه يكون باهت شوية عشان ما يصير بارز كده لحاله. يعني زي دحين هنا الأزرق مرة بارز عن ألوان البشرة نفسها. أوكي. بس ممكن نعدل عليه عادي. نغمقها. ممكن نحط عليه بني عشان يطفي شوية من اللون الأزرق عشان ما يصير كده ساطع لوحده. أوكي. حلو، يعني نقدر نغمق مو شرط بس لازم أسود أو رمادي عشان نغمق. إيه بالضبط. نستخدم مرات استخدم درجات بنفسجي عودي، هذه درجات احلى من الاسود لانه الاسود دائما يعطينا لون كذا رمادي باهت، ما يعطينا اللون الحلو كذا اللي نقدر نستخدمه. تحسين يعني تحسي كذا رهيب.
تحديد الرسمة بالقلم الأسود بعد ما تخلص ولا أفضل تحديدها؟ لا ما أفضل نهائياً تحديد أي رسمة، أنا ما أحب التحديد. يعني أيام الجامعة كانوا مرة يطفشونا ونحددوا الرسمات تسووا كذا أسس تصميم، ما كان يعجبني الموضوع. كان لما تتقيد بمنهج غير لما تصير حرة في رسماتك في كل شيء. يعني ممكن نحدد بأي لون ثاني مو لازم أسود، يعني نحدد بدرجات قريبة من نفس الألوان بس على درجة أغمق. ما هذه الميزة في الألوان؟ ما أعلمها. بس بسأل هل هو معلق عندكم ولا عادي؟ فإذا مثلاً غلطنا دحينا بالرسمة، لما نغلط في الرسمة إيش نعمل؟ بس كل اللي علينا إنه نمسح بالسفنجة مبللة وكل شوية ننظف السفنجة، أو ممكن نستخدم الفرشة نفسها، يعني بإنه نمسح اللون ونحاول على طول نمسح يعني بالمناديل أو السفنجة نشيل الموية الزايدة اللي فيها اللون أساساً. حلو إنك حددتيها بس. فأساتها بارزة. إيه. باقي الحواجب والرموش ونخلص تقريباً. إن شاء الله. هي جميلة. الحواجب حتسويها بالبني ولا الأسود؟ بني. لا مستحيل أستخدم الأسود. وبس عشان لسه أنا جديدة على الألوان أستخدم الأسود، بس إنه كرسم حالياً لا عادي أستخدم البني عشان تصير درجة الأسود حتعطينا رمادي، ما حتخلي الحاجب نفسه أو الشعر نفسه واقعي. يعني حتى درجة البني مفروض ما نستخدمها كبني بني نفسه، لأنه كل ما نضيف عليه درجة أحمر أو درجة الوردي تطلع مرة رهيبة أكثر من إنه لما يكون بني لحاله. هنا أحتاج بس الفرشة الصغيرة. نرسم شعر مرحلة الشعر دقيقة. حرفياً هي أكثر مرحلة تسبب توتر، لأنه أي غلطة حنضطر إنه نعدل كل شيء من أول جديد. رغم إنه آخر لمسة يعني. بالضبط.
الحين صارت افضل. جميلة هي. اخيرا صار عندي حواجب. سبحان الله الحواجب هي اللي اساس كل شيء في الوجه. زانت زان كل شيء. بالصوت. يعني حتى في الرسم نفس الشيء. سبحان الله في الرسم في الحقيقة. زبطتيها خلاص. مجرد ما ترسميها اصلا خلاص الرسمة تصير مرة حلوة. رغم انها هي شيء مرة صغير في الوجه بس يعني مرة بيفرق سبحان الله. عشان امسح اللون زي ما قلنا موية مبلولة واسفنجة مبلولة. ما حيبان معانا الا لما ينشف. حتى ادواته قليل يعني مرة ما نحتاج يعني زي الزيت اشياء ثانية معاه وكذا. لا خلاص الموضوع يقرب لهم هي. بس هذا الشيء أنا نسيت آخر. طبعاً يفضل إنه تأخذ معاها صحون صغيرة. بلت. بلتي. خلاص. افضل شيء زي كذا انه كذا عميق عشان نقدر نستخدم اللون يعني بسهوله. نحط كميه مويه ونحط اللون. لازم نكثر اللون عشان يصير واضح معانا. بتسوي ذا خلفية من نور العين هي تكملة تقريبا. اوكي. عشان ما تصير كذا محددة لانه في نص الصفحة. في نص الصفحة ايوه. حط مويه هناك. هو لما ينشف حقدر استخدم انه اعدل عليه. اوكي. لانه لو دحين شلته حيشيل اللون كله. ايوه. كل ما كانت الرسمه اكبر كل ما كانت احسن. افضل من انه المساحات الصغيره. عشان تبان تفاصيله. ايوه. حسي بغير الفن هدوء عشان اي غلطه بس يعني لما قلت انها تتصلح ف مو مشكلة حتى في مكان إزعاج. وكل مكان هدوء كل مكان التركيز أعلى وصارت الرسمة أحلى. إيه ما شاء الله. بس نعدل على نفس الرموش. نزيد نبرزة. ايه. ممكن انا كخطوة اضافية اضيف الاسود بس على طرف الرمش. يعني مو على كامل الرمش لا.
بس هذه المنطقة تعطي بعد لنفس الرمش تبرزه أكثر. أوكي ما شاء الله. ما شاء الله. تحتاج تعديلات كثير بس تقريبا كده ما شاء الله تعتبر كويسة. لا ما شاء الله مشينا نصب عليها وصلنا قربنا نوصل لنهاية الحلقة. مرة كان بقى ممتعة وحلقة مرة ممتعة ويعني ما شاء الله مو آخر مرة حاجة تنورينا اليوم بإذن الله. نرجع بس ننوه ونذكر الألوان اللي استخدمناها هي ألوان خاصة بالخزف، هي ألوان مائية بس خاصة بالخزف، تنباع زي كده لحالها، موجودة في الموقع، هي من شركة أماكو، ألوان أندر جليز، تستخدم على الطين، تستخدم بعد الحرق الأول البسكوت، أفضل بعد الحرق الأول علشان إذا تزود موية ولا تمسحه ولا فأفضل تكون بعد الحرق الأول. طبعا بعدها لازم تنحط عليها جليز شفاف سواء كان بلمعه او نص لمعه او لمعه او بدون لمعه. متوفر الالوان في الموقع في قسم الوان الاندر جليز. وصلنا لنهايه حلقتنا وبنقول لكم سؤال الحلقه، حنزل بوست تحت الاجابات، حنسحب على الفائز ان شاء الله على الاسبوع الجاي في حلقتنا في الحلقه الجديده ان شاء الله. حنقول لكم سؤال الحلقة اللي هو كيف نزيل ألوان الألوان المائية في الخزف. ما شاء الله كم مرة غلطنا ووزلناها ورحناها كيف. طبعا نحن فوز ثلاثة فائزين، الفائزة الأول بقيت قسيمة شرائية بقيمة 250 ريال، الفائزة الثانية قسيمة شرائية بقيمة 150 ريال، والفائزة الثالثة قسيمة شرائية بقيمة 100 ريال. شاركوا تحت البوست وحيكون السحب عشوائي وإن شاء الله أخذكم تفوزوا. صراحة نورتينا والرسمة مرة حلوة وما شاء الله. شكرا انك نورتينا اليوم وشكرا على الرسمة الحلوة. شكرا لكم انكم انتم اخترتوني. الله يسعدك يعني ما شاء الله عليك، يعني فنانة لامعة في الفن المائي يعني. فنجيب اهله للفن ما شاء الله، استفدنا واستمتعنا وان شاء الله مو اخر مرة. وانا نشوفك ان شاء الله في مره ثانيه ونشوفكم ان شاء الله في حلقه ثانيه وفي اللقاء.